إنها الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت مدينة مسقط. محمد البرومي يتلقى إذناً بإغلاق المدرج بعد تنسيق مسبق مع برج المراقبة وقسم صيانة المدرج. لديه ساعة واحدة فقط ليتفحص موقف الطائرات لإنهاء قسم الصيانة من القيام بمهامه. يشاركه زميله زكريا حيث يتحتم عليهما الانتباه جيداً للوقت. يفتح المدرج مرة أخرى في الساعة السادسة صباحاً لتهبط الطائرات من جديد. اللي يحدث عندنا وقت المدرج اللي هي صيانة المطاط اللي هو يتراكم في المدرج بسبب هبوط الطائرات أو هي التماس الإطارات الطائرات في المدرج، فيتكون هنا تراكم للمطاط. انزين، فمن ضمن الأشغال اللي هي سحب هذا المطاط من المدرج، وعندنا أيضا فحص الإنارة، إنارة المدرج. غير عن كذا أيضا عندنا اللي هي صبغ الخطوط، خطوط المدرج، لأن بعد كل فترة هذه الخطوط ممكن أنها تمتسح، فبين فترة وفترة يحتاج إلى إعادة صبغ هذه الخطوط. في منطقة بعيدة عن أعين المسافرين تعمل دعاء بشكل يومي في فرز الحقائب والتأكد من وصولها لأيدي المسافرين. في قسم نظم مناولة الأمتعة نقوم أنا وزملائي بمتابعة أداء تسليم الحقائب في منطقة فرز، نؤكد أن جميع الحقائب يجب أن تصل في مدة زمنية لا تزيد عن دقيقة من أول حقيبة تنزل من الطائرة، ومدة زمنية لا تزيد عن 10 دقائق من آخر حقيبة تصل من الطائرة. بكوب من الشاي يبدأ يوسف الحكماني يومه، فعمله يبدأ في الساعة 6:30 صباحاً، فهو يعمل كمدير مناوب لمبنى المطار. السلام عليكم، كيف الحال؟ حياكم الله، حياك الملك. ينضم لاجتماع مع زملائه، هناك الكثير لمناقشته حول المبنى. معكم هل في تطورات؟ الحمد لله في الساحة من بداية الدوام كل الأمور طيبة، وما واجهنا أي مشاكل لحد الحين الحمد لله. الحياة اليومية في مبنى المطار غير روتيني ابدا، بيئه المطار جدا ممتعه وما فيها ابدا اي تكرار، في كثير من المواقف تصادفنا بشكل يومي، وهدفنا الاساسي كعمليات للمبنى هو توفير الراحه والامان للمسافر. على ضروره عدم ترك حقائبهم دون مراقبه، وسيتم السحب مع اي حقيبه. هناك مجموعة من الحقائب في طريقها للوصول. تتلقى علي البلوشية هذه المعلومات عملها في قسم استلام الحقائب. تتفقد وصول جميع الأمتعة، وإن كان هناك ما يقلق أحد المسافرين حول حقيبته، ف
تتواصل مع الأقسام الأخرى. طبيعة عملنا في منطقة استلام الأمتعة هي الإشراف بالمسافرين وعلى عملية تسليم الأمتعة إلى تقديم المساعدة للمسافرين للتعرف على الحزام المخصص لتلك الرحلة. في صيانة المبنى يتأكد علي أن الأبواب تعمل جيدا ويوجه تعليماته لفريقه المرافق دائما له. نحن في قسم الصيانة نتلقى بلاغات الصيانة من غرفة العمليات المطار لعملية تصليح ولا شيء كذي. نتواصل مع القسم المختص أي أعمال يشمل القسم التابع معي فأنا أقوم بصيانته، وإذا كان يشمل أقسام ثانية أتواصل معهم. يبدو أن علي وفريقه يتلقى بلاغا آخر. عماد اللواتي يعمل كمهندس في قسم الهندسة والصيانة في المطار. يتفقد هيكل الطائرة إن كان يشكو من أي عطل. لا يبدو العطل جسيماً، إلا أن عمله يتركز على الصيانة الدورية للطائرات لضمان سلامة الركاب والمسافرين على متنها. في 30 من مارس 2018 تم بدء التشغيل التجاري لمطار مسقط الدولي، ويقدم المطار خدمات ذات مستوى راق تشمل مرافق خدمية كثيرة مجهزة بأحدث التقنيات التي تخدم المسافر. ويتميز مطار مسقط الدولي بتصميمه المميز وبمعداته الحديثة والمتطورة بما فيه خدمة للسياحة والسائحين وكل مستخدمي المطار ومرافقه العديدة. فالمطار يستقبل 40 رحلة في الساعة الواحدة، وله طاقة استيعابية تبلغ أكثر من 12 مليون مسافر سنوياً. السابع عشر من سبتمبر 2018 بقيت ساعات قليلة على التشغيل التجاري لمطار الدقم. محمد الدرعي يتفقد ساحة المطار جيداً.
عليه اليوم أن يبقى في مجمع إدارة الحركة الجوية منتظراً هو وزملاؤه هبوط أول طائرة لأرضية المطار الجديد. المراقبة كان مسؤول عن حركة الطائرات القادمة من مطار مسقط إلى مطار الدقم، حيث كانت العملية جداً سهلة بحيث وفرنا معلومات المتواجدة في مطار الدقم للطيار القادم من مسقط إلى الدقم، وكنا نتتبع يعني طريق الطائرة من مسقط إلى الدقم، وكان الأمر جدا سهل. زكريا البوسعيدي من قسم العمليات يعمل كذلك في مطار الدقم، يتحدث عن الانتقال للمبنى الجديد. انتقلنا إلى المبنى الجديد للتقنيات في مجال الطيران. شو تبيها تينشن؟ ليف دريس. إنه التمرين محطة مطار الدقم. سبرنج فاير تو نبيل منتصر حمد نوبي. نبيل ومنتصر وحمد عليهم الصعود لسيارة الإطفاء لتجهيز العدة والتأكد من وجودها في مكانها المخصص لها. المحافظة الوسطى يجد متعة كبيرة في العمل في محطة إطفاء المطار. دوكم انفورميشن فاير تو بروسيد تو انتر ذا رن واي 204. كوبي ذات. أنا الدقم، أنا وزملائي الإطفائيين كل صباح نشيك على سيارات الإطفاء ونفحص جميع المعدات اللي موجودة داخل سيارات الإطفاء، ومن بعدها سيارة مع سيارة، سيارة تروح تطلع برا على الستيشن وتشيك خارج الستيشن وترجع. من ترجع السيارة الثانية تطلع على أساس ما يكون فيها اصطدام ولا حركة زحمة برا على المطار. توجيهات الضابط سعود اليومية لا يملها الإطفائيون الشباب، بل يضعونها في عين الاعتبار ويتذكرونها جيدا في حال حدوث أي طارئ. الريسبونس تايم اللي هي أساسا نوعين، الريسبونس تايم واحد اللي عندنا اللي هو طريقة اللبس، سرعة اللبس الموجودة في القسم فقط، ما نطلع خارج القسم، طريق إنه يلبس المعدات ماله أول بأسرع ما يمكن. الريسبونس الآخر اللي هو إحنا نعمله كتمرين لجميع السيارات تتحرك من القسم إلى منطقة معينة في المدرج. واجباتهم، ويشجعهم على تعلم المزيد، ويذكرهم دائما أنهم عائلة واحدة متعاونة. المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم هي منطقة ذات إمكانيات اقتصادية وصناعية كبيرة لما فيها من مشاريع، من أهمها ميناء الدقم، وهو ميناء استراتيجي مهم للملاحة الدولية. ويأتي مطار الدقم ليحول الحركة التجارية، وقد يصبح جزءاً من صناعة السياحة في وقت لاحق.
محمد المعمري من أبناء ولاية صحار، يعمل بجد كمرشد أرضي في مطار صحار. طبعا المعدة اللي شفناها قبل قليل هي تحمل غاز الأكسجين، هذه من المعدات اللي نحتاجها في الطائرة أحيانا عند طلبها من قبل مشرف تحميل أوزان الطائرة، في حالة أنه حملنا في الطائرة AVI حيوان أو الكائن الحي، في حالة أنه مشرف تحميل الطائرة بيحمل حيوان في داخل الطائرة أول شيء نطلب تصريح من عند الكابتن يوقع على ورقة اسمها نوتوك، بعد التوقيع عليها مشرف تحميل الطائرة بإمكانه بدأ تحميل الحيوان نفسه في الطائرة، وبيكون يعني بهذه الطريقة لازم يكون أكسجين في الهول نفسه أو الفراغ اللي بيحمل فيه الكائن. راشد كيف المعدة؟ معدة ممتازة المعدات دائما يتطلب العمل الجماعي. ويلعب دورا إضافيا في تحفيز النمو الاقتصادي للسلطنة، خصوصا لقربه من المنطقة الصناعية وميناء صحار الصناعي. شهر يوليو، إنه وقت موسم الخريف في محافظة ظفار. حجم العمل يتضاعف ويتزايد مع هطول الأمطار الموسمية على المحافظة. مركز المراقبة الجوية في أتم الاستعداد لتقلبات الطقس المختلفة. كفاح الغساني يراقب الحركة الجوية مع زملائه في البرج. هذا البحر هنا وهذا اليابسة، طبعا هذا صلالة، يعني مدينة صلالة. الأدوال العمانية تختلف عن الحدود البرية للبلد. طبعا المراقبة الجوية في مطار صلالة تنقسم إلى قسمين، قسم البرج وقسم الاقتراب الراداري. الآن نحن في غرفة الاقتراب الراداري لمراقبة الجوية بمطار صلالة، ومهمة الاقتراب الراداري هو مسؤول عن كل الطائرات من مطار صلالة بهبوطها التدريجي من مستويات معينة في الأجواء العمانية إلى أن تصل إلى مطار صلالة. فصل الخريف يأتي بالكثير من السياح والزوار، إلا أن هذا يقتضي الاهتمام بهم كثيرا. سعيد الشحري عليه مراقبة المسافرين القادمين وخصوصا المغادرين لوجهات مختلفة. في منطقة المقادرون نعمل على مراقبة البوابات، وأن البوابات فتحت قبل المقادرة ب 45 ساعة، نتأكد أن كل بوابة والبوردينج باس مال أي مسافر موجود هنا، يعني إشراف نشرف على المسافرين، ونلاحظ في مسافر عنده أي استفسار عن البوابة عن كذا فنسهل حركتهم.
تم افتتاح مطار صلالة الحالي بتاريخ 11 من نوفمبر 2015 تزامناً مع العيد الوطني 45، وذلك لمواكبة نمو حركة التنقل الجوي من وإلى محافظة ظفار محافظات وتعزيز الحركة السياحية مع دول العالم. ويشتمل المطار على بطاقة استيعابية كبيرة والتي تخدم حركة السفر في المحافظة على مدار العام. ويتميز أيضاً بمبنى لخدمات الشحن معني بتقديم خدماته اللوجستية مكملاً لدور ميناء صلالة. لا سيما أنه مصمم وفق مجهز بأحدث التقنيات وأرقى المرافق الحيوية التي من شأنها ضمان تحقيق راحة والسلامة ورضا المسافرين. وتسعى السلطنة من خلاله إلى ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية رائدة في منطقة الخليج العربي والعالم. وبما أن موقع السلطنة الجغرافي يعد موقعاً مهماً واستراتيجياً، فالمطارات في عمان ستجعل من السلطنة حلقة وصل بين الشرق والغرب لتشكل دورها الأساسي كوجهة استراتيجية رئيسية في المنطقة. فكل سواعده تجتمع لخدمة الوطن والنهوض به والتحليق به في سماء التنمية.